هل المليار يورو مساعدة أوروبية للبنان أم رشوة لإبقاء النازحين السوريين فيه؟ وكيف سيواجه اللبنانيون المخططات الغربية في ملف النازحين؟ اليوم بدك تحارب الفساد في ألف طريقة، ليس اعتباطيا وعشوائيا. ماذا بعد فشل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟ وهل بدأ توسع الحرب حتميا في الجنوب؟ القرارات الدولية اللي هي وحده بينت أنه تحمي لبنان. وهل سقط 1701 نهائيا؟ وهل سقطت بالتالي كل مساعي الخماسية لإحداث خرق رئاسي؟ هل تشهد المعارضة مزيداً من التشرذم أم جمع الشمل لا يزال ممكناً؟ وأين أصبحت جبهة المعارضة؟ لا يمكن لأحد أن يحل أو يربط بأي اتفاقات أو بروتوكولات أو أي أمر آخر باسم لبنان. عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب سليم الصايغ ضيف حوار المرحلة مع رولا حداد الأربعاء الساعة 9:30 مساءً مباشرة على الـ LBCI.